أطفال أنوار. من؟ أرأيت ذلك؟ نعم، ولكن أرجوك توقف. حسناً، تفضل، إنه دورك. أنا الآن في مشكلة يا محسن. فارس، يجب أن لا تفعل هذا بالطائرة. يجب أن تكون أكثر حذراً بتلك الطائرة. من يدري ما كان يمكن أن تفعل؟ آسف يا رئيس قسم الإطفاء سليم، جعلتني أسحق غدائي اللذيذ وأجلس عليه. أنا آسف جدا سيدي. طفح الكيل، لا أريدك أن تلعب بها ثانية في مدينة الأحلام. انظر إلى ما فعلته الآن، لا يسمح لي باللعب بطائرتي بعد الآن. لكن رئيس قسم الإطفاء قال إنك لا تستطيع اللعب بطائرتك في مدينة الأحلام فقط. وبعد؟ إذا ذهبنا خارج البلدة فسنستطيع اللعب بالطائرة في أي مكان نريده. لست متأكداً أبداً. فهمت قصدك، أنت لا تريد اللعب بها بعد الآن أبداً. ولكني أريد. رائع، إذا لنذهب إلى جبل مدينة الأحلام. سامي، لست متأكداً من أني أستطيع فعل هذا. سيد أيمن، أرى أنك تنفذ التدريب اليوم. أحسن، لكنني... لا تقلق يا أيمن، ستكون بخير. نعم، ما عليك إلا أن ترفع إبهامك مشيراً إلى فهد وستنطلق عندها. ماذا؟ هكذا؟ كنت أجرب فقط. ألا تستطيع أن تجعلها أكثر إثارة؟ بدأت أصاب بالدوار. أحب أن أجعلها تطير هكذا. بإمكانك أن تنفذ بعض الحركات البهلوانية. دعني أريك. توقف. راقب هذا. ماذا فعلت الآن؟ ما كان يجب أن يحدث هذا؟ هذا صحيح، وطائرة المحطمة؟ لا مشكلة، نستطيع الصعود وإحضارها. لا يا محسن، فالأغصان مرتفعة كثيراً. ليس إن استخدمنا تلك الأخشاب. إن كومت هذه الجذوع فوق بعضها فإننا نستطيع استخدامها للوصول إلى الغصن المنخفض. هل هذا آمن؟ بالتأكيد، وكيف لنا أن ننزل طائرتك بغير هذه الطريقة؟ إنها ليست ثابتة تماماً. سأصعد وأساعدك. المكان مرتفع جدا. لما أصغي إليك دائما رغم أنني أعرف ماذا سيحدث؟ مشمش، ماذا تفعل في هذا المكان؟ هيا تعال. والآن أين وديع؟ لا تقلق يا وديع، محسن قادم إليك. لا أرى أي خراف هنا. محسن؟ لكني أسمع صوت محسن. ليلى. محسن، النجدة، ولدي اختفى. أتعتقدين أنه ذهب ليبحث عن وديع؟ أوه، محسن يحبه. لا تخافي ليلى. أنا متأكد من أن أيمن وأماني سوف يجدانه، وسأبقى لأسليك. شكرا يا تامر، لكن محسن يحتاج إلي، سآتي معكما. حسنا ليلى، لكن يجب أن ترتدي سترة النجاة. من أماني إلى سامي، أحتاج إلى مساعدتك لأن محسن غانم وسط الفيضان، أعتقد أنه قرب الحقول. حسنا، سأبقى هنا إذن. استمر في البحث عن مشمش لو سمحت. سأفعل يا سميحة، أجل سأفعل. حسنا، الجميع على القارب. أفسح مكانا يا مشمش، سأخذك قريبا إلى مكان آمن. والآن لا تتحركي من مكانك. النجدة، النجدة، وديع.
سقط صبياً عن القارب. هل نمسح هذه المنطقة ثانية سامي؟ لا داعي، انظر إلى الأسفل هناك. من سامي إلى أماني، محسن في الحقل الكبير، إنه في الماء، أسرعي قدر الإمكان. شكرا سامي. أمي 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 أمي. أوه يا كنزي الغارق، أمسكت بك محسن. أين ودي؟ ها هو. أحضرت بعض الورود لغرفتك يا محسن. لكني لا أحب الورود أبدا. لا تقلق يا محسن، ستجعل رائحة الغرفة عطرة. لكن عزيزي يا لها من ملابس مرتبة. لدي مكان لكل شيء وكل شيء في مكانه. أنت كنز صغير رائع. سأذهب وأضع فرشة أسناني في مكانها. نعم افعل ذلك. لا أستطيع جعل مجدي يتباهى أمامي، وإن أبعدته عن طريقي سأثبت لأمي كم أنا كنز صغير رائع. وأعتقد أنني أعرف كيف أفعل ذلك. هذه الورود جميلة، ولكنها ليست أزهار بنفسج مدينة الأحلام. ماذا؟ بنفسج مدينة الأحلام؟ ما هي؟ إنها الورود الوحيدة المفضلة لدى أمي، وكم تود أن تكون لديها مزهرية منها على الطاولة وقت الشاي، لكنني سأكون مشغولاً جداً بتلميع حذائي. ربما أحضرها أنا لها. شكراً، ولكن لا يمكن العثور عليها إلا في الجبل. مؤسف. لذا رسمت لك خريطة، أترى؟ رائع. لا تقلق، ستعود قبل موعد الشاي. حسناً، ها أنا ذا. مهلاً، حصلت عليه. إنها قطعة خس مقرفة ومتعفنة. أعتقد أننا نحتاج إلى العمل الجماعي، أليس كذلك؟ حسناً يا أماني، أنا سأسلط المصباح وأنت ستخبرين أيمن في أي اتجاه يحرك. إلى اليمين؟ لا لا، إلى اليسار، تكاد تمسك به. أجل هكذا. هيا أخرج الخطاف ببطء الآن. رائع، سأبدأ بتناول الكعكة. أعتقد أنني تهت في هذا الجبل. لكن ما الاتجاه الصحيح؟ متأكد من أنني رأيت ذلك الجذع سابقا. ولكن لحظة، تبدو وردة حمراء وجميلة. إنها قطعة قماش قديمة. النجدة، النجدة. هيا يا أماني اتجهي إلى هناك، أرشديني إلى مكان الفاتح. أمل أن يكون بخير. هل أنت متأكدة أنه ليس قرشاً؟ لا، إنه حوت، والحيتان مخلوقات لطيفة. سامي، لكن كيف سنعيد الحوت الآن إلى البحر؟ المد العالي لن يأتي. عرفت، يمكننا أن ندحرجه. إنه ثقيل جداً يا محسن. قد يتعرض للأذى، سيكون بخير، أليس كذلك؟ هل سبق وخذلتك فاتن؟ لا. نحتاج إلى نبتون يا أماني. حسناً سامي. مرحباً يا فهد. حان الوقت يا فاتن.
أطلق الحبل الآن. ودعنا أيها الحوت الصغير. شكرا يا فهد. أتظن أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير وقد أصبح في مكانه الصحيح. إلى اللقاء وشكرا. لا مشكلة يا فاتن. حسنا يا فاتن، لنعد إلى منزلي لنرى من اصطاد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية، وكأننا لا نعرف سلفا. ماذا تريدين أن تفعلي؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن. وما أدرك بذلك؟ هيا اذهبي، عدي إلى منزلك. مرحبا. مع ذلك لا أزال الرابح، سمعتي؟ سبعون فوق بيت السيد شادي. سبعون فوق بيت السيد شادي. أماني خذي معك الشباك. إنهم يعنون قطهم مشمش سيدي. مشمش؟ ماذا؟ أعلم ذلك. هل أنت مصابة بالزكام؟ مجرد عطاس سيدي. أماني لا تضغطي على نفسك. نحن الذاهبان سيدي. ترى ما هي الحالة الطارئة يا شمشوم؟ يا إلهي. هناك فوق. حسناً سوف ننزله قريباً. أتستطيع رفع يا أيمن؟ حسناً أماني. أماني المسكينة، هل أنت بخير أماني؟ أنا بخير، مجرد عطاس. آسفة أيها القط. شكراً شكراً. لا مشكلة. تبدين متعبة جداً أماني، اذهبي وارتاحي. إنها عطلة سامي ويحتاجون إلي في القسم. إنه مجرد عطاس بسيط. هيا يا أيمن، هيا لنعد. انتهت الأزمة. الآن من يريد صيد السمك معي؟ أنا يا أبي. نعم أرجوك. مهلا، علينا التخلص من هذه النفايات بشكل مناسب. ها هي. شكرا. هل الجميع مستعد؟ ما ذاك الدخان يا أبي؟ هل تأكدت من أنك أطفأت الفحم جيداً يا عزيزي؟ إنها حالة طارئة، حريق مشتعل في كل مكان. لكن لا تخافوا، ها قد جاء كل من سامي وأماني وأيمن إلى الإنقاذ. هذا مذهل ومثير. تحرك يا فارس لنقترب أكثر. اسكت، لا أستطيع التحرك. سيحتاجون إلى مساعدة جوية. إنه فهد في مروحيته. أمسكت بك يا فارس. النجدة، النجدة، النجدة. انظر
سيدي. حالة طارئة، صبيان عالقان على السقف. يبدو أنهما في ورطة. أيمن، يجب أن نستخدم سلم جوبيتر. إنه ولدي محسن وولدي فارس. حسناً، سنعيدكما إلى حيث يجب أن تكونا. سيدتي وسادتي، وها هو محسن غانم ينزل من مروحيتنا مكللاً بالخزي. ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس. آسف، كانت فكرتي، فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك. أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ. الآن فهمت، السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية. أحسنت يا سيدي، يومك المفتوح حقق النجاح الكبير. نعم، لقد شوه شمشوم فردة الحذاء حقاً، أتساءل لمن هي؟ إنها فردة حذائك سيدي. حذائي؟ استخدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمن. آسف يا سيدي، لقد غادر أيمن المبنى. السيد فتحي يتدلى من سطح بيته. نعم، فتحي عالق على سطح منزله. أيمن، ابقى هنا وانتبه إلى المكتب. بما أنك مريض سأذهب عنك. سأخذ فينوس، اتبعني. أمرك يا سيدي. خذ خذتك يا سيدي. نعم صحيح، نعم طبعاً. ركل الكرة داخل المتجر. لكن أمي، لقد أتلفت البروكلي سلفا وسحقت الجزر الأبيض. اذهب والعب في المتنزه. حاضر أمي. بسرعة، لا أعلم كم من الوقت سيصمد. لا حاجة للإصابة بالذعر يا سيدة، وصل فريق الإنقاذ، لدي سنوات من الخبرة في هذه الحوادث. أنا مستعد وقوي كالعادة. ألا يجب أن نبدأ بإنزاله يا سيدي؟ ماذا؟ نعم بالتأكيد، استعدا لرفع السلم. ألا يجب أن نثبت السيارة أولا يا سيدي؟ نعم نعم، ثبتها. ضربة قوية. ماذا؟ لا، لقد علق رأسي. النجدة، ساعدوني، ليساعدني أحد ما. النجدة. إلى اليسار، إلى اليمين. سامي، هل أصعد ليساعدك؟ أستطيع تدبر الأمر، شكرا يا سيدي. لا تقلق يا فتحي، اهدأ، سأنزلك في أسرع وقت ممكن. هذا يذكرني بالمرة التي علق فيها خروف فوق برج مرتفع. أكاد أصل يا فتحي. بثبات، لا داعي للعجلة أبدا. نعم بهدوء. ماذا قلت؟ حالة طارئة أخرى؟ علق رأس صبي بين القضبان؟ لا تقلقا، أستطيع تولي الأمر وحدي، إلا إذا كنتما بحاجة هنا. لا، اذهب سيدي، يمكننا إنهاء الأمر. أبي بأمان، إنه بخير. شكرا سامي. شكرا سامي. قبل أن ننزل، هل أستطيع نصب الهواء؟